مرحبا. فعلا على هذه الأنغام الجميلة اللي عادت بنا إلى الزمن الجميل، نفتتح أول سهرة من برنامج سهرتنا باهية اللي راح ترافقكم طيلة شهر رمضان المبارك. ضيوف مميزين وكذلك فقرات متنوعة، راح ندخلوا لبيوتكم بفرحة وبهجة ونعيشوا أجواء رمضان مع بعض. أكيد ما راح نكون وحدي في التنشيط، وإنما راح يرافقني زميلي والفنان حمو. صح رمضانك. يسلمك ليليا. الزميله ليليا تقدم فيا وانا المرشط معها، وحنا نسينا كاع الضيوف الكرام اللي جاوا. لا ما نسيناهمش، مرحبا بهم حاضرين معنا ونوروا البلاتو. اكيد مرحبا بالممثل القدير اللي اشتقنا له، ومرحبا بك على قناه الباهيه. بارك الله فيك. شكرا كذلك. عباس بودان اكيد غني عن التعريف، مرحبا بك. وكذلك مرحبا بالفنان القدير المايسترو كما تلقب عطار. لطفي عطار ديت راينا راي. لطفي عطار سعد سبقي تسبق حرس. انا لا لا ما عليك. اكيد مرحبا بكم، وسهرتنا اكيد راح تكون باهيه على قناه الباهيه. نعيشوا اجواء رمضان مع الجمهور الجزائري اللي اشتاق لكم، واكيد توحشكم بزاف. اكيد الجزائر سنة او العالم العربي والعالم باسره راهو عايش فتره نوعا ما حساسه، تفشي فيروس كورونا خلانا شويه نكونوا حذرين، لكن ما خلناش كقطاع اعلام ولا كممثلين ولا كفنانين نغيبوا عن الساحه ونكونوا رفقاء للمشاهد ولكل الجمهور الجزائري، ونسوه معاهم اكيد، وندخلوا الى بيوتهم. هما رايحين يقعدوا معانا وحنا كذلك دورنا رايحين نونسوهم. لا بيسير داك المشاهد الكرام، غير نقول لهم بقاو في بيوتكم، برك حنا رانا معاكم دياركم كما نقولوا. غادي ندخل على حنا رانا عندكم في الدار، راكم تشوفونا في التلفزيون، راكم في التلفازه معنا، معاكم في التلفازه راكم قاعدين. وجبنا لكم الفنانين ومازال فنانين اخرين مالغي لو كونفينمون، ما قاع على بالك مغمومين شويه. حنا ندخلوا لدياركم باش نفرحوكم، بازهوكم، معناتكم بسمه كما خويا عباس جنب العباس، خونا ثاني لطفي جنب العباس، افيك توت افيك بريكوسيون افيك اوتوريزاسيون. جينا تقيومين كان الامن كان طبا كون جو فيليسيت بوكو، رانا دينا احتياطات وعليها اللي هذا. شفنا شويه مغمومين، دخلنا لكم شويه بسمه فرحه مع خونا عباس. يعني عباكم شاعر، عباس مش شاعر فنان، ممثل شاعر ولا لا؟ ممثل وشاعر. وإذا ما يسمعنا حاجة ولا كيفاش؟ احنا طبعا قبل ما تسمعنا نحبوا نقولوا باللي راك حاضر في السباق الرمضاني، رمضان سنة حضرت في مثلت في سيتكم. عندي زوج تاع لي سيتكم هادو باينين، نهضر غير عليهم. واحد درناه في مدينة سيدي بلعباس سيتكم، وواحد اخر درناه هنا في وهران، يعني مع الناس اللي داروا معايا الله يرحمه ولي بودو، كنا خدمنا معاه الله يطول في عمر. يعني النائب تاعو عبد القادر الله يطول في عمره ثاني هو، وخدمنا اعمال كذا. حنا باش نقول لك انا ما نهضرش بزاف على الفن، لان الفن في حالة ما راه في كيفاش نقول بالفرنسي بالانس،
وحنا ماذا بينا الفن يعاود يعيش. انا بعد واحد منهم تكلم غير عليه محمد عبد الوهاب رحمه الله، واش قال؟ قال لك الفن اللي من يعرفه، هو هنا الاستاذ لطفي يعرف معنى هذه الكلمه، هي ان الفن هي غير مولاه اللي يعرفه. دونك انا قبل ان ننطلق الى الكلمه، كيفاش فكرني؟ لطفي فكرني في واحد فين درته في 2002 يسموه رجل في الظل، درت له هذه الموسيقى هذه ما شاء الله ودرني بها، لان درتها بالجينيريك هذا كوين قلع كاب هاي ربي لدرجه انه نسينا البلاصه جيت تشوف فيه دوك نجي لا هي في الحقيقه انا نشكره على كل حال. طلبت عليه وقلت له يا ودي خويا ربي انك يعني زميلي واخي في الفن، لكن نقدر ندير الموسيقى تاعك هذه تاع تاع ايوا درناها في الجينيريك وعجبت الناس كل اون 2002 الحمد لله وبارك الله فيك. نعاودها لك خبرنا في حاجه عباس خويا، في نهار تاع رمضان شدير؟ في نهار تاع رمضان اكيد، بما انه في رمضان لازم نعرفوا الانشطه تاعكم خلال شهر رمضان وش ديروا؟ كيف كيما زمان مش كيما دروك تذكر نحوس على الموضه كل واحد يدير اكيد. هذا طبعا سؤال راح يكون في موضوعنا حنا نشوفوا انت في النهار شدير كممثل يعني أيوة. في الحجر الصحي دركا شويه ما كانش انشطه، دوك كيفاش تعيش الحجر الصحي وفي شهر رمضان؟ انا الحجر الصحي عاوني بزاف، عاوني لماذا؟ اول ما نمشي ندور برا يعني نحترم الحجر يعني الصحي نحترمه. هذا لماذا؟ على كل الناس انه يحترم يا خويا، لو كان انا نخرج وانت تخرج وانت تخرج وكاع الدنيا تخرج نهضروا ليشان، هذا ماشي زحاقه ولا مرض ولا نغنوا عليه. طبعا بغيت تغني غني بصح لازم تحترم. اي هذه وحده. انا نلقى روحي لماذا؟ حتى لما نلعب نكتب السيناريو على باله حمو على باله. أنا لا ما تهضرليش بس اليوم شادتك على النهار، شادت في النهار ما ضيعتش انا ما ضيعتش انا ما ضيعتش الوقت، ما ناكلش انا في النهار. ليش شادت في النهار؟ اليوم شادت في النهار اليوم الصباح اليوم شادت؟ واه الاولى تسحرت خويا تسحرت الصباح انا ما تسحرتش بالطعام يا بدا الصباح قال لي تسحرت الصباح شادت في النهار باش تشبع في النهار شادت اي خويا قعدت نكتب لا عيطت قال لي رقد او ما نقولش ولا باغي ترقد ولا نرقد يا اخي انا كي نخدم نرقد بس ما تنجم يكون عندك الى رمضان لازم انسان يحس بالجوع يقعد فاضل بس هو قالنا حتى السبت هو شنو ما نرقدوا هذا ما طار علينا صباح الله قاعد يلغى نورمالمون تم الموسيقى تموزق عليها صباح الله قاعد التليفون هذا ما هذا راهو يلح من شدة حبه لكم ومن شدة اشتياقه مثل هذه الوجوه اللي لازم تطل على الجمهور الجزائري. تعرفوا تعرفوا من غادي نقول لك من 85 تعرفنا عم رشيد الله يرحمه في كمسان اونسي كوني لابا مع باب احمد رشيد وفتحي رشيد الله يرحمه كذلك رحمه انسان ما شاء الله اش نقول لك عليه وانا يا دون لا جورني اش ندير؟ انا جينيرال نوض بار 10 هكا كلا بون بيس باسكو سي رمضان كما اليوم ما هو التليفون من قاعد نجري الاخر انا مال انا يا اخي بون جي فيرمي لوي باسكو سيت ان امي بيان سي سيت ان امي سيت ان كوليغ سيت ان ارتيست اون بليس دونك جي ريبوندي بريزون كما تي ريبوندي دونك دون لا جورني كوا اون جينيرال سو جو في دون في رمضان حبر خبر مشاهدين في التلفزيون خبر هنا باسكو في خبر مشاهدين اون جينيرال نروح مع العشيه خمسة خمسة ونص براني قبل راني في الدار في الاستوديو راني مع صوالحي مع الخرده مع لونتيكيتي مع كلش انا على بالك جو سوي ان بو دو تو اي جو جاستيك دي 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 نحاس انا نوض ما كانت فهمت باسكو جيت ان اونسيان اورلوجي على بالك بكري ها خدمت صوالح السبعينات 70 جيت دونك سي تو فو جو سوي ان بو دون un peu partout dans l'antiquité voilà donc mais j'ai un moment j'ai 5h30 haka un autre studio tête charge rempli la guitare et je fais un travail comment je chauffe exactement hakda comment je chauffe on dirait un programme haka comme haka on est on bat sur le mais il y a des semaines des femmes de semaines il y a des femmes de semaines c'est vrai tu as raison donc voilà un peu mon occupation pour toujours le travail, toujours. Donc je fais des heures de guitare.
pour ne pas perdre la main, pour la recherche, c'est-à-dire je fais beaucoup de recherches. Salut. Et مشاهدي الكرام, انا j'aimerais bien que هذا لطفي تحكموا عليه. Il lui dit comme des sur Facebook, donc tout le monde Facebook et tout le monde a l'insta, le Facebook, le monde internet. تحكموا على السي لطفي, يدير لكم des buffs, يعني يدير لكم des live en direct pour les مشاهدين. شنو قلت عليها؟ Ça t'a demandé de quel le jeudi? Je le fais. C'est pas je le fais là, c'est direct. Ben quand le mouchaïdé c'est le temps, je le fais. Samedi 14h, jeudi, toujours. Non, c'est vrai, ils se sont habitués. C'est vrai, ils se sont habitués vers 5h30, Karouni. C'est vrai que je. Mais je n'ai jamais dit de Karouni. Là, 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 là. Non, mais c'est à eux. Dibre, ça m'a tenu. Moi, ce que je fais plaisir. Je fais plaisir aux gens. Je fais plaisir. Comme tout à l'heure, on n'a pas commencé l'émission. بلادنا عليا ارتستيكمون بلادنا باسكو بلادنا سي سي جو دير دو مو حمو باسكو بون كونت يفو دير دي شوز فو لي دير اي سي دون لو بون سون المشاهدين سي با المشاهدين سي تو الموند باسكو هذاك المشاهد قادر يبغي يكون في الحكم وكاع معليش جو دير با لا كو لي زارتيست هنايا مو بيرسونيلمون Je suis un symbole. Je suis un symbole. Un symbole. Je suis un symbole pour le pays. C'est-à-dire pour la jeunesse, même pour le Maghreb. Hein. Tout le Maghreb connaît. Donc, moi, il y a une belle guitare. Si tu veux, je suis un bonhomme, une scène qui a ramené une révolution avec cette guitare-là. Tu vois, la guitare électrique. Elle a un sens pour les jeunes guitaristes. Elle a un bon prêt. Et des styles, gars. Donc je me suis fait un style. Tajmili. Voilà. Donc, c'est-à-dire que normalement, des gens comme nous, tu vois, donc si tu veux, moi ce que je leur dis, tu sais, parce que madame Haï. Je dis bien, madame Haï. Ça veut dire que tu es un Non, madame Haï, je t'ai dit, moi j'en ai 68. Mais c'est Haï. Mais je dis, madame Haï, écoute, c'est normal, on dit que les salariés sont comme ça. Donc, madame Haï, c'est pas me reconnaître. Il n'y a pas besoin d'être connu. Tout le monde sait Arfouni. Alhamdulillah. Mais je ne veux pas que mon histoire soit dans l'international. Je veux que cette histoire, tu as reçu à part, reste en Algérie. Tu vas être Jazair. التاريخ تاعي يقعد طول الجنس تاعنا يكون روبير طبعا اكيد هذه كل ممكن كلها اهداف الفنانين الجزائريين بغض النظر عن الضغوطات اللي تمارس عليهم بغض النظر عن الصعوبات اللي يواجههم لكن الرساله واحده انك ترقى بالفن الجزائري وتمثله في محافل ولا في مسارح دوليه شوفي ان طونك لوتي عطان جو با جي في ريفولوسيون C'est-à-dire le groupe Rainaray a fait une révolution culturelle. Mais je n'ai pas de musique parce que حنا كي درنا الهاد تو دوك كنبغي نستغنوا داك شنو جاب يقول لك دوك سي تو فو سي ان شو تي تري ديفيسيل سي ان شو دو لارتيست لارتيست كي يكون ما عندهاش لي زانتيري عندها لانتيري تاع السي جونيس تاعنا تكون طالعه فور اون انجيري بويسونت افيك اون جونيس بويسونت غادي هكا هذاك هو الصح تاعنا يا هذاك هو بلا ما حضرش الصرف الساتيسفاكسيون تاع لارتيست دوك كي تشوف لي جون كما هكا بويسونت صاحبي تي ديك تو لاسي يور ليف الحمد لله دونك انايا اون طونك كيتاريست ما ديت لهم انايا ميري ان شومان بو كيز ابرين ا سويف مون شومان باسكو مون شومان يبغى دوني ان افونير انا نركي انا نقول لي زوربيا زازي يهضروا بيا مخلوع عين قد السيد كي شرع عايش في الجزائر شنو يدير؟ اللي هذا عيب مالك شنو يدير في الجزائر هذا ما راح عندنا ليها ممكن اليوم راح
ممكن تبرر ولا تجوجيب عن سبب غيابك في الجزائر ولا غياب الحفلات نتاعكم في الجزائر؟ هي شوف هي باسكو ما كانش الجمهور راهو مشتاق لكم بزاف بزاف. على بالي علينا ما كانش انفورماسيون ديجا بون لي جون كي يبغوا فيسبوك يعرفوا واش انا نقول احنا ماشيين يعرفوا لا على فيسبوك لا ماش في الجزائر ما يديش حفلات ما ماهوش ما ما يعجبوكش ما يعجبك ما انت داير خازر روحك لا ماشي اللي خازر روحي انا في اوروبا على بالهم ديك ليسيون دوروب هي نورمالمون نورمالمون سيت ان جروب باسكو شوف avec l'âge que nous avons, on n'est pas, c'est-à-dire nous sommes une école, tu le sais. Nous sommes une école pour tous les groupes d'Algérie. D'ailleurs, ce que nous avons fait, c'est une école, justement, c'est une école que... Chouf, si tu vois l'album, chouf l'album, t'as Zina, l'album Komadar, chouf fait Hmama, Hmama t'as Blaoui. Chouf fait Rani Mhayer, t'as Blaoui. Yak, Zabana t'as Blaoui. سي بور سا قعد تاريخي في البلاد بالاخص في مدينه سيدي بلعباس هو كيما كان بلمو ان بيت موشان ثاني هو سيتي لا ترومبيت تحيه بلمو الله يسلمك بدنا عليك خويا الله يذكرك بالخير سيدي جون سي سي بلاوي بلاوي لا 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 سيدي مايسترو كي سون يعني انوبليابل كنا نهضروا عليهم عندنا تاريخ نهضروا عليهم سي فري Maintenant, pour y revenir à la musique, sincèrement, l'ouïl, je dis que chez Oustad Lotfi, lui... أكيد الحديث شيق ومازال طبعا حديثنا نثريوه مع بعضنا لكن قبل نروح إلى فصل وراجعين رجعنا مشاهدينا الكرام من هذا الفصل وأكيد مكملين معكم سهرتنا باهية أو سهرتنا راح تكون فعلا باهية مع ضيوفنا المميزين أكيد ما زلنا نحكي وما زلنا نسهروا معكم وطبعا راح نحكي وأتشرف مع ضيفنا الفنان القدير سيد عباس نحكيه شوية عباس بودان أكيد نحكي شوية على البدايات نتاعك وأول مسار الفني نتاعك اللي يشهد ليه الملايين من الجزائريين فعلا يقال أنك بوليفالو ما شاء الله من كل بستان قطفت وردة فعلا ماذا بيا نبدأ بالمشاهدين هي الأولون بعد نجي طالع المشاهدين نتاعي هذا ما ربحتنا في الفن نقولها بكل صراحة يعني ما نلعبوش بالكلام ربحت المشاهدين وين ما نمشي ما شاء الله اسمها محبة الشعب لا ايه يعني الشعب يعني بيسير لا في المسرح ولا في السينما الحمد لله وتضع على بالك كما انت يا انا بغيك انا ما شاء الله عليك انت تبارك الله عليك المسرح بديته صغير بديته في المدرسة مولا 12 سنة كنت يعني ممتاز لكن كنت نخدم الدراما كنت نخدم الكوميديا الكوميديا جات من بعد كان واحد الشيخ قال لي انت ماذا بك تخدم لا كوميدي خير لك من تعمل دراما بعد في السبعينات اول مره دخلت لا تيليفزيون
كاتب عده مسرحيات، نهضروا لسان بكل صراحه، وانا صغير كاتب المسرحيات. بديت بعاصي الوالدين، هذه اللي بديت بها الاولى. من بعد مولا 18 سنه، من بعد 22 سنه درت لوبستاك، يعني الحاجز. كانت فرنسا عاد كي خرجت، بعد قنسي الله يرحمه ويرحم جميع امتي محمد في هذه الليله هذه المباركه، نرحمه بعد نطلبوا من الرحمه. درنا ما يقرب من 10 مسرحيات في السبعينات، كوميديا 10. من تما والمسيره رايحه في الكوميديا حتى الان اللي درت انايا مسرحيه على الفنان، نكون نقول فيها انا لعبت الدور الرئيسي. ما كانش من جاب خبرك يا العبقري يا القليل، ولو كانت بات وضلت نادي ما تلقى حد يدير فيك جميل، وتقول يا سقم سعود سقم لي سعدي. انظر يا لطيف عايل هذا الجيل، غير هذا يخاصم وهذا يهادي، واحد يبات يتلطم يحسب في نجوم الليل، والاخر يا مهبشات غير فرح وزلاتي. قوم يا الفنان عمرك لا تميل، ومد المشعل في يد الشاب البادي. من بعدها درت استاذ في المسرح، يعني في الكونسيرفاتوار تاع مدينه سيدي العباس مده 8 سنوات. طلعت شبان صغار حتى اللي كبروا عندي، وراهم اليوم في القنوات، ما نذكرش اسماءهم بارك الله فيهم، هما يذكروني ماشي انا اللي نذكر. من بعد دخلت السينما، دخلنا في السينما كما قلت لك يعني السينما. بانت لي بلي ندير كاميرا كاميسكوب، هذاك الكاميسكوب درت به افلام، يعني انا ما قاريش الاخراج لكن حاولت باش نتعلم الاخراج. درت تعلمت درت 3 تاع الفيلم، زوج نباعوا، واحد مافيا ومافيا دو راه حابس. خويا مافيا لا بها مافيا راهي قدامي، انا نضرب بيك انا. شنو مافيا؟ عندها اللوك تاع طاين مافيا. لا 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 سي لا فيريتي. تلعب عليك مافيا. لا لا لعبوا معايا جماعه من المسرح المحترف في هذه الافلام تبارك الله عليهم، وعاونوني يعني في التمثيل برك، اما الاخراج وكذا وكذا درتو كل شيء انا، ونباعوا وراهم مازال كاين الخير مره والشر مره. مانيش نهضر كاع على النساء، ما تلومونيش هذه حقيقه. مانيش لا لا معليش. هما حتى ما يقولوا حتى ما يقولوا خير خير. ولا قول اسمي ديزا ما يقولوا كثر معليش. خير شر وطاح قدام. قول لي باسي روح معليش. واضح زون ريزون كاين ترات بالترات. صحيح بديت ترقع دروك. غادي نقول لك واحد الكلمه على هذه، الراجل هو مول الخصله. الراجل هو مول الخصله. والخصلة ماهيش اللي من ولا الجياح ما يسووش بصلة، ويقول لك حنا هم الرجالة. هذه اللي تعال فيا ولا بالصحة ولا تشكر فيا صح معليش. في اون 2002 درت لو فيلم تاع لوما لومبر، وقلت لكم عليه من دليل لا ميزيك، هو دليل جينيريك يعني بلا ميزيك تاعه. الى ان سوكسي تيريبل دار قدور ابراهيم محمد، الشكر على كل حال هو اللي قام بالاخراج تاعه ماهوش انا. مهم انا جي دوني ليدي دو فيلم خدمناه اونسومبل. بون الى ايتي ان سوكسي ثاني، راه عندنا في يوتيوب شوفوا. الحمد لله الحمد لله. راه قبل 18 سنه. من بعد درت افلام التوعية انا. قنسي بغا يترفح الى حد الان مازال راه عندي ما خرجتهاش الله يرحمه. الله يرحمه. رحمتي محمد الى حد الان. سميتها اولا بون هذه مسرحيه قنسي بغا يترفح وتاع لو ميدسان. بالك راكم شفتوهم تاع الطبيب راهم كاينين في يوتيوب. ايه تاع الميدسا؟ واه ما شفتهاش. يا سيدي سيدي لا بكل تواضع نقولها بكل تواضع، قنسي جولين يا ربي ترحمه يا رب العالمين. وانا ايتيكم دي زامي 40 طون احنا اونسومبل. الله يرحمه. 40 سنة. وسيتي موا كي يكريبي انا اللي نكتب يعني النصوص. هو ممثل بارز، ممثل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايوا درنا لابير. لأننا لا تعرف أن نخدم أنصم دائما في المسرح كذا وكذا. درت 10 تاع المسرحيات كاتبهم
ديكلاري في فنلندا كذا وكذا صح. من بعد درنا مسلسل طويل في الصحراء 45 يوم احنا في الصحراء. نذكر حاج الكابتن القدور ابراهيم ثاني حاج على بالك تعرف الله يذكر على خير. هاد خوتي كاع خدمت معاهم بزاف وتعبنا بصح معليش حنا ما حنا فنانين حنا فنانين وقلت لك اللي ربح حتى هو الجمهور ما الجمهور فو ديراج ايا بعد الحياه تطورت بلا حدود قعدت معاهم اكثر من 8 سنوات بلا حدود. من بعد حمو خدمت معاه هاد الحيه اللي قدامك هذا ثاني خدمت معايا طونطون لاشتان بو فيلم تري تري بو ماشي غير طونطا وخدمنا شلبله وخدمنا تاع كبش العيد وخدمنا ولا ترى فيه شوفي عاونا رولين وطلبوس مي كنت على من الضحك انت كنت مافيا على الاقل هنا ما على باليش هذا هذا يعني ملخص تاع حياتي الفينيسينا وما نكملوش. والشعر كذلك ما شاء الله. الشعر الشعر تكتب يعني ابيات الشعر كنت انا يعني مجلوب بعبد الرحمن المجلوب درت مسرحية بالرباعيات تاعو. من بعد قعدت أنا نكتب روحي الرباعيات. الرباعيات شفناها شوف كنت تبعوه في الفيسبوك كل يوم عندكم واحدة زوج كل يوم رباعيات هادفة والحمد لله والشكر لله. الحمد لله ربي. يعني في بعض الأحيان ما نطوش حتى كنت تقول لي درك عندنا واحدة ما نقول لك حتى من أنا نكتب للناس ما نكتبش ليا باش تقول ولا نفتخر بهم. لا نكتب للناس وربي راه شاهد هذه واحدة. اما نهضروا على الكلام الهادف اكيد دائما الكلام الهادف نقول في وحده ماذا بينا نسمعوا رباعيه هادفه احب الى قلبك سعد بس هضرنا بزاف على الرباعيه قبل ما ندير الرباعيه خلينا ندير السداسيه شويه بالقطار نعدوا له عندك ولا يا رب ماذا بيا تهني لي تريح شو نبدل الجو تاع القطار هي سنتر لي تخي سنتر لي سنتر لي حمرا سنتر لي بالله علينا نقول لك هيا راه مالك لا والو سد لي عاد واحد المفتاح دا ساهم والله والو لا عندك انا حبو جيب لي تاع خلي هيا روح زحمه لا روح Thank you.
المافيا. ما في الوعر. الله 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 عمرك تحيل. شو سنت حول خير. برافو عليك. هو تحيل في تمسة في رشيد. حلقتنا نهار اليوم راح تكون حنين إلى الحنين إلى الماضي ولا رجعوهم شوية لأيام زمان بهذا إن كان بالتمثيل وإن كان كذلك بالموسيقى. نوليو للممثل القدير عباس نحكيه على الأبيات الشعرية اللي تكتبهم. قلت لك قبل ما نسمعوا المقطع الموسيقي حبينا نسمعوا رباعية هادفة كما تكتبها، لكن قبل من فضلك نقول دائما ونعاود أنه الفنان عمره ما يميل، الفنان له رسالة جميلة يوصلها إن كان الشعب الجزائري أو الفنان الجزائري بالأحرى يطيح وينوض باش يوصل رسالة أو مضمون يرقى للجمهور الجزائري، وإن شاء الله ربي يديمكم دخرا لخدمة البلاد والعباد يا رب. هي أنتم ما عرضتونا باش نجو نحضروا معكم في هذا الحفل ياك، وهذا الحفل لابد يكون هادف طبعا، سينو ما كان والو ما كانش كان جهود. هو توافر جهود إعلام فن بارك الله فيكم لابد حول الإعلام إعلان ولا الفن الثقافة كيف يعني كيف يعني الشعر. أنا كما كنت نقول لك يعني الرباعيات درت مسرحية كاملة يعني نقول لك ساعتين بالشعر، يعني أعطيتكم منها شوية على الفنان. بصح أنا كما كنت عندي الشعر يكون بناء وهادف ما نديرهاش. وعلاه جيت انا اليوم انا بصعوبه؟ على كل حال كان عندي واحد المشاكل وجيت. لماذا؟ لان ماهوش حاجه باش نبان، لا سي با سا، هو يعرفني هو حتى هذا ما حاجتوش. جينا جبنا الفن وجبنا الجمهور حب الوطن كذلك، بارك الله فيك حب الوطن. ماذا بينا يشوفوا الناس بان يعرفونا في هذا اليوم. جينا ليهم باش ندخلوا في ديارهم باش نفرحوهم، خطو في هذا الوقت اللي تعيشوا في الجزائر. هذه هي الحاجه اللي اهتمنا احنا وجينا لها ورا نقولها بالقلب صاف، يعني جينا بكل صراحه. نقول في واحد الشعر هذا فوته في 64 في كيما نقولوا كان واحد الامتحان نقولوا احنا ولا في الجزائر، وكنت انا في النهائيات. واش قلت هذه في 64؟ طلعي حسابك، شوفوا يعني شوفوا الدنيا اللي تطورت ولا ما تطورت بالنسبه لهذا الوقت. نقول يا راك جاي للدنيا، يا راغب في الحياه تسمع لي ونعم، قبلك ساروا ناس نالوا بالحكمات ويفيدوا بالمعان بيها تستسلم، جرب كان بغيت تحقق الخيات، سيرة الشراف راك بيها تتقدم، وأهل الخير ذكرهم طول الحياة، ازرع فايدة وعنها لا تندم، وفيد الجيل اللي فعلها تعدات، هذا يبني وذاك كرهطيه الدم، ولا يسمع لعلومها والتوصات، الوالدين شوكهم دق يعدم، وطاعتهم تبان عند العقوبات، يا سامع الوصايتي سير مسقم، يحيى ذكرك زين بين المخلوقات. تسبق حاجة تحيلك، ها تحيلك. لا تخي غير ما تقعد تتريح تحيلك يا ودي، تعي راسك تقي. انا تحيلي من جمهور، انت فنان. انا فنيان انت اكثر صحيه بشريه. ربي يخليكم ان شاء الله. الله يبارك، بارك الله فيكم جميعا ان شاء الله، والله يطول في اعماركم الكل، حتى الجماعة اللي هنا والتقنيين جنود الخفاء. وجنود الخفاء بارك الله فيكم، شكرا لكم. والشعب اللي راه يشوف فينا وراه حاب الباهية وباغي يتفرج فيها وراه قاعد معنا ومقصر معنا، ها التحية. تحية لكم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. طبعا شكرا المكان اللي لمنا
واللي جمعنا مع بعض في هاد الليله. اوتيل مرماره شكر خاص ليه على هاد الجمعه وهذا اللمه، شكرا لكم. نوليو لفقرتنا لنهار اليوم، راح نحكيو على موضوع نتناقشوا فيه مع بعض، اللي هو الفرق بين رمضان بين زمان ورمضان تاع اليوم، يعني الفرق بين ريحة رمضان تاع زمان وريحة رمضان تاع اليوم، في رأيكم هل تغيرت؟ يا عندك الحق، لا كيف كاين فرق، كاين فرق، نقولوها يعني بكل صراحة، ويعني كل، ولكن احنا كنا نشرو الزيت بالربع، ما نكذبوش على أنفسنا، اليوم راه يدوب بالجيريكان بالربعة تاع اللي يديرك يدخلها للدار. طبعا هذه ظاهرة رانا نشوفوا فيها بزاف. هكا ولا لا لا؟ ما كملتش أكثر مما يستاهل. شكارة تاع خبز. أنا جا شكارة تاع الباقي خلي كذا معليش. شكارة كيما قال خويا أيدا شكارة تاع مالاش نكذبوا يعني الأمور راها باينة. واش تدي أنت 10 تاع الخبز الخبز قديم ديروا 12 ديروا 20 ياكل ياكل ربعه ولا خمسه ويطيش يرمي الاخرين فوالا. يمكن هذه ظاهره زفلت مؤخرا في هذه نتحاسبوا عند الله سبحانه عز وجل، بالك هذا عقاب من ان خلصوا حنا عليه. اما الاول والبكري دول اعطيني السقيات تاعي، تعرف شحال السقيه بالك واحد 40 غرام ولا هي وتجي غادي ودير الملك يقول له، وكان المجمر ما كانش المجمر والفحم ما عندنا لا كارت لا والو، دروك كل كارت والفحم وقديله وداك رطك رطك كاع النهار ومرتك رطك هي الزيت. يعني ما كانش غير هذوك الجوارين. اه هذه الزيت والد حنا كنا عاد عاد ما كانش الماء كانش عاد كل واحد يمشي زاويه. نقول لك حاجه والله الجوارين بكري كانوا ياكلوا في مائده واحده. طبعا والجار يدوق جاره. لان ما كانش بالعداقه ما كناش يعني هذه 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 الملمه وهذه المحبه تاع الجيران الالفه ما بقاش بكري قهاوي الدومينو كارطا لطفي هاو دابو دومينو بارتي بنان دومينو هذه وصله الرحيم ما بقاش كاين هذوك اليوم لا اليوم تراك كاين بكري كنا نديرو غير الطورنو والكعك والغريبيه هذو ثلاثه اللي كانوا يعني سيدي الدنيا تاكل برحمة الله. اليوم المائدة راه بالزواق هذه وكذا 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 وهذه الحلويات نوصي جميع الناس رانا نقروا عليها يعني ستان دونجي خطر خطر كبير للإنسان راه هذه الأمراض اللي خطيرة اللي راه تجي عندنا من كثرة السكر. اليوم شوف بكري اللي مالاد كنا ما نعرفوهمش هذه وحده كنا نعرفوا التمر واه وشربنا التمر بال شربنا التمر فوالا سيتو مانا الفرق هذا واحد هو الجو العائلي اللي كان بكري يا اليوم ما نجموش نديرو كما سمعت واحد كان يقول انا من المتفرجين قال لك يا ودي ماشي كيما تاع اليوم سي فري ماشي كيما تاع اليوم اليوم راه حاجه وخد اخرى لا تكنولوجي كما قال حمو سي فري سي لا تكنولوجي كي توبوزير لا تيليفزيون عندك التلفازه عندك الفيسبوك عندك كذا وكذا ميم اللي فطرو هو يدير في الفيسبوك اوكي خلينا نقولوا مش لا تكنولوجي ممكن مليحه لكن استعمال التكنولوجيا كل واحد كيفاش يستعملها كاين اللي يستعملها دون بون سونس ابيزيفمون بزاف وكثره كاين اللي فوالا يفرط لا لا هي في بابها بالك نخير العلم نديه العلم في وقته ثاني معين شوف غادي نخبركم جماعه سمحوا لي فيسبوك اللي خرج هذا الحي هذا تاع هذاك ولاده الى راه انتردي هذاك منعا باتا استخدام فيسبوك يخدم ولاده يلعبوا بهم ما قام ما يقدموش لي بورتابل ولاده ولاده حنا انا بيفوتوا الوقت ما نحم باتا ما كاش لي نشوفوا لا فامي غير تفطر في رمضان كل واحد في قنت كل واحد وتيفزو يضرب اي الى مات هذا شكون مات هذه واش داروا اليوم ما مالوش جيبوا عين انا بدا محطوط اللي هي لو فيس لا مي على كل هي بلا كراج سلام بالك بلا بلا الخلاصه في الخلاصه تاع خلاصه القول يعني ابدا ابدا كما قال خويا ابدا تولي الحاله كما كان بكري لا خاطر وقعوا واحد الاشياء لانقطاع ما بين الاخ واخوه
الاب وولده هذه صله هذه رحمه صله الرحمه ما بقاتش ما فهمناش لماذا وكثرت الخطفه وكثر الناس راه ما ترحمش ولا فيت فيه فيت فيه تو سويت تورنا فوالا اكزاكت الوطن شابين لي جون لي جون شابين تخدم لهم على فيسبوك على الوطن شابين كتيفون شابين ورايي في الموضوع انا خلعوا انا خلعوني غير شي صباح خاطر من انا هضرت سكيلا باغي الهضره انا كونتيني في الهضره انا تخلعني حاجه واحد شي دار بزوج ماير ولا ثلاث ملاير ويهدمها مع شحال وعاود يبني انا نبقى نخمم هذا منين يجيب دراهم لا فيتي باسكو انا نشوفو بلعب باش واحد الصوالح دي فيلا كي دايرين دي فيلا دي فيلا كي كون دولور كي دي فيلا كي ماك لا في دي بن عباس سادير التاريخ تاع بن عباس قاعد يهرسوا فيه طيب انا يضلك هاني طاي ما هي رمضان انا كما رمضان قاعدة طيب نورمال ما كانش سادير دير مطلوع هي دير مطلوع في الكوش في تقول في في الشيمينين احنا عندنا شيمينين دوك على بالك الحمد لله الحمد لله كاين دي فامي مزاحك بين التقاليد الحمد لله يا ربي كاين بواني دو جون نوبل مزاحك بين التقاليد لو ريسبي فاميليال ياكلوا فامي يروح مع جيران كاين 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 الحمد لله ماشي كاع جيران جينيرال سبا كاين دي فامي وكاين دي فامي اي كومي لا سي بيان ديك مع الفيسبوك وتصوالح C'est vrai que Facebook, c'est un bon outil pour les communications, pour les gens comme Maraka. Mais il ne faut, faut pas en faire. Voilà. Il fait pas. Bon, c'est vrai que les artistes, c'est un gros problème. C'est vrai. Tu as plus de 5000, 20000 personnes. Tu vois, mais messieurs, tu fais le tri. Par exemple, les amis qui appellent, gueule, comme il a appelé, comme beaucoup. Donc, il faut l'utiliser dans le bon sens. Voilà. Voilà. Si j'ai envie de chercher, je cherchais comment boulot, je sais pas, un truc par exemple, qu'est-ce qui se. Par exemple, un instrument, comment il est fabriqué. Donc, je vais sur Google. Mais ça c'est comment je suis casse moi. Sous casse moi les hages. Oui, de la façon. Voilà, la façon où on peut وصلنا مشاهدينا الكرام الى فقره غير قولي وراح نعرفوا راي الشارع الوهراني بخصوص موضوعنا اللي كان واللي تناقشنا فيه مع ضيوفنا حول ريحه رمضان بين زمان واليوم يلا نشوفوا مع الزميل عبد الوهاب الوشاوي. مرحبا بكم مشاهدينا وصحة فطوركم وين ما كنتم طبعا راكم في فقرة غير قلنا اليوم اخترنا لكم موضوع معين واللي هو وش هو الفرق بين رمضان زمان ورمضان تاع اليوم يلا نشوفوا مع بعض سي نورمال على بالك كل عام رمضان مشي يتبدل يا رمضان غير هو هو العادات تاعنا احنا وبني ادم تبدلوا بزاف بارابور بكري ودروك مشي كيف كيف بون هذا العام رمضان جا سبيسيال باسكو كاين صوالح بزاف هذا الكونفينمون شويه الناس شويه رايحه حسب بكري كانوا قالوا معلولين وما معلولين راك فاهم واحد كان كاين لومبيونس بون لا ديفيرونس ما بين بكري ودروك اون سام ديفيرونس كاينه ديفيرونس اللي الناس قاعد تشوفها كل اللي كلوب قساحو بار اكزومبل تا بكري تجي عندي تطبع عليا حنا كنا صغار كانوا عندنا دار تاع جدنا كنا فامي نومبروز كانوا يجو فاميلا ما تحبش زلابيه داخله شاميه خارجه راك فاهم دروك الكلوب قساحو دروك على بالك جا فاميليا تاعك جيت تطبع عليك هذا شابغا راك فاهم ولا لا تما هذا هو الفرق دروك كاين لي موان بكري ما كانوش لي موان دروك راه عندنا لي موان مشاو لك جلوب تاعنا قصاحو هذا ما كان هي دروك زعما البنه مازال باقيه بصح شاو لا كاين ديفيرونس من دروك هذا الكورونا تسلط على كاع لو موند دروك الناس ما تخرج في الليل والناس تخرج تخاف باش تخرج وكاع وهذه هي باراب ان شاء الله ان شاء الله غير يرفع علينا الوباء ان شاء الله وتولي الدعوه كيما زمان رمضان نخرجوا في الليل نزهو ندورو نديرو كيما نبغوا باسكو بالكورونا هذا خويا على بالك باللي الله يجيب الخير رمضان تاع زمان كنا الحمد لله عايشين الاز دروك شغل جا المرض و راحت البنا راحت الناس ديجا ما مشي يعاونونا ديجا الناس دروك مش واعي هضروا كامل يخرجوا راهم يدوروا راهم وما باش نتهنوا رمضان تاع بين زمان ودروك
بوغ لو مومون مازال كاين البنا الحمد لله. مشي حتى لتما اللي في عوام فاتوا وعوام جاوا مشي كيف كيف. بصح هذا العام ان شاء الله نطلبوا ربي يبعد علينا هذا الوباء، يرفد علينا هذا الوباء. الحمد لله مازال كاين بنا رمضان دخلت علينا كان جور قبل. هي حقيقة كيما دروك رمضان تاع زمان وتاع دروك شويه تبدل في التقاليد الجزائريه تاعنا وكلش. و ما بقاش كيما بكري، النسمه تاعها كيما نقولوا نقصت. ايه كانت شابه، كانت لومبيونس، كانت الناس خاوه خاوه، كانت الناس تحب بعضهم بعض كيما دروك. ودروك مع هذا الوباء اللي جا زاد ذاك الشيء لمنا في الدار. بصح كيما نقولوا الحفلات اللي كانوا تاع بكري وكلش نقصوا تاع برا. هي زعما دروك كيما الشيبانيه صافي، دروك راهي عند خويا راهي تصوم تما رمضان، نقولها صحه فطورك. تمنى نهضروا معاها غير بالويبكام هاك فاهم ولا لا؟ نقولها صحه فطورك وعن قريب ان شاء الله نتلاموا، ان شاء الله العيد صغير نتلاقوا فيه رحبه ان شاء الله. سلم على بنتي ميرال وولدي محمد اياد والزوجه تاعي بزاف موت عليكم. كما قلنا لكم مشاهدينا الكرام في اول الحلقه انه عددنا لنهار اليوم راح يكون مميز وراح يكون فيه مفاجات. وجدنا مفاجاه للفنان القدير اللي فرحنا وتشرفنا بحضوره مسيو لطفي. في مفاجاه ليك نشوفوها مع بعض. وي يلا. شكون لطفي تاع العباس؟ تاع العباس رينا راي اخويا. اش نقول لك، ما راهش كاع يبالي في هذه الساعه انايا، خاطر هذه القانون تاع الكورونا ما يخرجش. لا هنا زعما كي اتصلت لي به زعما هنا نشوف كي ندير باش نتلاقى به. لا خاص باش نشوفه واش غادي نقول لك. هذه مناسبه نعرف بلي من ما راهش يخرج راه كاش مرا يوجد كاش كلمات نقيين كيما مداري لهاد المشكله هذه اللي راها في البلاد. كي قالك هو راه كيرا داير قانون تاع الكورونا هذه ما يخرجش، خاطر علاش درك ذكرنا نجبدوا نسقسوا عليه ولا وقالوا دي ما راهش يخرج. درك حنايا هنا عارفين باللي الانسان داير القانون تاع باللي راه كاينه مشكله نتاع هاد المشكله خاصنا احنا ما نخرجوش نقعدوا في بيوتنا بلا ما فاتت علينا هذه الازمه. هو خويا نظن بالك هالخطره على لهوت البلاد. شوف كي ندير نتصل به خاطر نعرف اللي راه عندها كلمات على هذه المشكله اللي راها صاريه، ومنعرف اللي ما يمنعش هذه الكلمات، ما يمنعش هذه الفرصه هذيك، ما يمنعهاش خاطر نعرفه بلي انسان تاع الستينات والسبعينات. عاود عمي هذه ذاك ما يمنعهاش ولا خاطر كي قلت لك عنده فيها كلمات اللي للبلاد والزازيل والشبيبه ولا هذا اللي نقول لك. واخر كلمه اللي نقولها زعما الله يفوتها علينا ان شاء الله هذه في هذا الشهر العيد اللي رانا فيه ان شاء الله بقدرة الله تبعد علينا هذه المصيبة هذه اللي راها في البلاد ان شاء الله. ونولوا كي كنا بكري ونعرف اللي لطفي كي قلت لك راه موجد كلمات للبلاد للجزائر للشبيبة ونطلبوا العفو ان شاء الله. هذه هي. اسمع بن يونس عابد. بن يونس عابد صديقي راينا راي صديق راينا راي. وفي خاطرنا سهر ما نسوش بالبانه وناس الباهيه وما نسوش حمو. توقعت هذه المفاجاه مسيو؟ هي سيت ان امي دو لونغ دات كما نقولوا. غادي نقولوا كان صغير وكان يجي يتفرج فينا في السبعينات، يتفرج فينا في الباسكارنو الكيوسك تاع بلعباس. كان صغير ديجا. دونك بن يونس انسان فنان بغا يتعلم الموسيقى تما تعلمها ويلعب جيتارا تري بيان حتى هو.
ها واحد هو فريمون وبصح كما نقولوا زعما هو زعما دروك راه عنده حانوت يبيع على لي زسريمون هذه وكاع تما فات حاجه واحده اخرى زعما راه غايه زعما مي بن يونس بن يونس انسان انسان فنان تاع قريت تاع الديوان في القناوي وكاع دونك عنده صالح حتى هو وحق تاع ربي نبغوه في بلعباس لا بيبار تاع لي زارتيست بغوه انسان قال لي الخاطئ ما يخالط ما والو سي ما شاء الله عجبتك المفاجاه باسكو شفتك لا لا باسكو ناس ملاه باسكو نبغيه لا كما جي ما نبغي انا كاع ما نعرفش عليه عبر عن حبه ليك باسكو حاجه تخدم لي وي كما دار كولومبو تم دي صغير كتبعني دوك شتا انا يبان كبير عليك هيا كبر كاع هكا تما غير داس اللحية انا ماركاش هذا ماسك هذا راه داس بزاف هاك ماسكيها ماسكي ماسكي لا هي بن يونس هي بن يونس قلت لي زيتي جا مع خوته وكاع دوك هما يسكنوا في البلاد وحنا كنا نلعبوا جوست اكوتي دوك هو يسكن عندهم جي تيات تما كان صغير ويجي يتفرج فينا وكاع دونك كيسيدي في راسه في ماما كيشوف معايا يبغي الفن دونك قال كان نتعلم نتعلم فينالمون تعلم و على بالك يلعب الشوري هو ما لا كاع ما بغاش حداه لا 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 دوك ما تشكر ما حرقتها كاع الفنان القادر بصح لا فريمون فريمون لا في بلاد باس القادرين لا يبغوه فريمون يبغوه فريمون لا محبوب كاع في بلاد باس هو يقول لك عباس سلام سلام فوالا صار احنا ثاني نبغوه سي ترى من اليوم نبغوه مليحه مليحه بون فيفو وتعدى حكومة وكلبه كلبه كوم صار حكا تطلع عند حنوتك تطلعها هكا صاي لا حقو فري شويه نوليو الفنان عباس بودان كلنا كسوسوا الفريق التقني ولا حنايا اللي كنا متواجدين لما سمعنا انك راح تكون ضيف تنزل ضيف علينا فرحنا قلنا انه تضحكنا شويه ودخلنا شويه الفرحه ولا ندخلوا البسمه للمشاهد الجزائري فتعطينا نكته لا وشيب وكاين كاين القصه صعبه حنا عندنا فوتنا واحد تاريخ في الفن الحمد لله دونك تما هذه بلاك باش يبدل لي حياتك تاني بلاك ضحكني هذه غادي نحكي لكم على وحده وحده واحد بوناعجه يسموه بوناعجه واحد بنادم هذا دخل بالعروبيه بالباديه وجانا هنا للعروبيه المدينه وقعد مرتاح شفته جاي بلا موبيلات قالت له هاد لا موطو اش دير بها خلا دارتك انت مداري غير بالخيل قال لها دوك رانا في المدينه كاع ما تهضري سمعتي واه انا نقول لها كيما انا هكا هي قالت لها صبر راسك الغدوه قالت لها يا ودي ربي نخبرك راهم يقولوا هذاك اللي عنده لا موتو وما يديرش الكاسك راه يضربو كاسك الا طرد ودني انا سمعتها في البوست قال لها روحي روحي تلهيبه راه ثاني انا رمي راني دوك انا راني كيما نسحب المدينه وتا كي حاسبه روحك وين اي اي قول حتى تلب الكوزينه تاعي الغدوة تاني سمعت خبر بلي ملي كانوا يديروا هذيك لا بريفونسيون هذيك الوقاية من بعد قالت له يا ودي راهم يقولوا دوك اللي ما يتمشاش خدر اللي هذوك الحوادث كانوا يوقعوا بزاف قالت راهم يقولوا دوك اللي ما يديرش الكاسك يدخلوه للحبس قال لها دوك صاي طلعتي لي القله في الراس سمعتي وين راني نقول لك روح دوك انا بعدني خيمات ونضربك بالكاع بالكاسك قالت له صح سيدي روح اخرج رن تن رن تن تن رن تن تن او هي جوج موتورات ولا غير موتور واحد لا لا انا غلط ضحك ورا تضرب 400 قطع بكري هذوك التركي كي الشهر ايوا تفرعه اكسيدون داوى شحال يقعد في السبيطار 6 شهور مسكين هو يعدي قاعد يوكلوه بالقرعه وكذا انا واحد النهار جا خويا قال له ودي خويا دوك ديك الدار تريح يوم غير يومين ولا ثلاث ايام مع ولادك قال له شوف الطبيب قال له الطبيب قال له وراه اعطيني قال له لا نعطيك برمسول بصح بشرط الليله برك ليله كي دا قال له بصح دوك الحبه تاع البيض بس هي خطرت الدور ديال المخ تاع راك حز اليمين ما عندك كي دير له الله غالب اي رفديناه منه البلون بيلون ما تغرد حطوه اي وقال لها خويا انا غادي انا قال لها غادي نروح وانت غادي نخليك ودبر راسك دروك اي هو راح هو الغال مرته قالها وشاها وشاها كلمه لها من الكوزينه قالت له واش راك باغي ودي قالها جبلي تخيتي ذاك الكاسك
هو الانسان ياخذ الاحتياط تاعه ما تيش لا يطيح من الموسيقى. ما تفهم والو ما يفهم والو. كاسك واه بغيت ندير كاسك. مسكين. صح سيدي. سيدي بلاك. قال لك واحد جبت واحد القرهاب حاشاكم حاشا البقعة والملائكة وحاشا المتفرج القرهاب هو الكل تاع تاع العروبية. سلوكي؟ لا لا سلوكي لا. سلوكي؟ لا لا سلوكي. روح مع الصيادة وعند الشان وكان. زين. أي قال قال جبت واحد القرهاب من بعيد بعيد قلت أنا نربيه كثرة الخيانة. مين جا في المدينة؟ قال كثرة الخيانة. ساعة غفلني وكلا لي كبش العيد وانا عيت بالبطانة. هادي بلاك ولا الشاعر فهمني دابا في التخلط هادي درك. لا ما يفهم ولا ما راه يفهم. خويا هامدة مافيا بلي مافيا صعيب. لا والله ما يفهم. وما يفهم تاع الغنى وتاع الشعر وقش. شوف جبت واحد القرهاب من بعيد قلت انا نربيه كثرة الخيانة. شوف ساعة باش يأسله سنتلفت له ساعة غبني وكلالي كبش العيد وانا خلاني عيت بالبطالة. ما سافرها عادي نتحمل شكرا 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 غبني وكلالي كبش العيد وانا خلاني عيت بالبطالة. هادي خصها غني هادي هي خصها غني هادي ما تعرف والو يا حمو مازال باقي لك بزاف هادي خلوني خلوها ما خلوهم كاع راهي خلوك معايا صحيت صحيت بارك الله فيك خيي الله يطول في عمرك شكرا لكم اللي تقول كلها رايحين نخليو طبعا حمو في فقرته حمو فقرته عندي فقرة كادرك لا 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 خويا روح قلع لي روح قلع لي وحدك قلع لي ماشينا لا خويا دير لي هذا بس خي قادرك بالموسيقى حمو حمو السو فوالا ايوه السوا حمو السوا دوك اه السوا هيا روح لي السوا ها خليك على راي واو واو صغري يا حبابي وديا في ربي العباس الله الله يا وعدكم ايوب جاه العمران يا كان يبكيت لك ضري يا ومعها وانا يا وصحبت اليوم أني يخلوني وخلوني نبكي على رأيي يخلوني وخلوني نبكي على همي ويا حبابي وضياف ربي خلوني وخلوني نبكي على صغري ويا حبابي وديا وحاف ربي يا ليليا كم يوم
كنا لك اين فاي سخسو بدرا ديك الهضره يا هضره بكيت تعرف كان يا انا بكيت من الضحك هذا السيد تاعنا البنت تاعنا هذا اي صحيح ربي يحب يبارك فيه طبعا عمركم تحيتوا يا جماعه كاع كيباركم الله يسلمك شكرا لكم انتم والان مشاهدينا نروحوا الى فقره فاس فاس مع حمو شكون الضيف اللي راح يقدم لنا فقره شوف اقول لك حاجه مستعرف على الشريحه لك انت ما بافي عليك نقعد عند القهوه ولا باين انا خليها في قلبي ولا اي الله حبس شوف تبغي قهوه حمراء ولا كحله لا الحمراء ما نجملهاش بصح لا داكو تخصك قهوه كحله داكو ما كاينش مشكل اي يا خيرك يا شو انا عندك ثلاث اسئله 3
3 كيسيون وني هما جاوب وما جاوب نقولك اش غادير صح صح يا اخي هادي ديت انا مخرج في طوندون طوندون واو تبارك الله اسكو جي خطب بنتك وتنطيها لك انا تفكرني ولا متى شو خطب بنتك انت انت فينو سي بون بون ريبونس صح شوف السؤال الثاني شلبله كعقل عليه شلبله دابا المخرج وي كعقل عليه خلاص فكرته الماله ماله؟ ما فكرك والو انت ملي كنت خادم جارديني ومرتك فاضيه في الدار واه ديشان اش تاخذ تما؟ خوت الضوء خايت على الضوء عطيتك وحدي ما كنتش نلحق كنت تبيك ثقه مع بختها خوت الضوء صحاوي بخير بون ريبونس خوزا كيستيون فيلم تاع كبسه العيد الكبسه مع ولي بودور رحمه وي مي جيت انت وفاضل اختك الحوت عندنا ثاني كنت مخرج انا شكون خو اللحم هو ولي بودور زعف اللحم خونوه والله ما تحكي شكون جاينا انت ميغري تطلب منا تعاونك ودار منا خونا اللحم شكون خو اللحم شكون خو اللحم مرتك خوناتك مرتك مرتك ميغري خلت اللحم دادها بلوطه قديمه اخويا اخويا والله العظيم ما تحكي والله لا. ما عليك على الوجه ما تقابل الناس علاش هذاك شوف بغيت فكرت انا نقول بلاصتنا هي هي خلاها الله يا اخويا مره ولا حلوه ما عندي ما نقول لك حاجه احنا حلاوه تبارك الله تبارك فيك هادشي قال لك كثر الخير والله حلوه وجميله الحمد لله يا ربي وف كتخصنا هذه نقول لك حاجه ما عليك قاعد تبكي قبيله هذا ما باش هذا ما خلانا ترونكيل هذا كاينه كاينه هذا خلينا عينه ايه دخلي هذي 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 رجعنا مشاهدينا الكرام من جديد ومكملين سهرتنا مع ضيوفنا المميزين في هذه السهرة راح كذلك كاين مفاجأة أخرى اللي هي تحبوا البقالة تسا شكون فينا ما يحبش البقالة تقولي بقالة يا بقالة بقالة كل يكرههم خويا خويا متاع البقالة حلو زين دونك راح نخليكم تختاروا بقالة بقالة وأنا نشوف زهركم انا شوف بقالتكم واش تقول عقدوا الوي وكذلك مشاهدنا الكرام عقدوا الوي انا غير بقالة ديالك شي بقالة ديالك داخل بالبقالة احنا داير حسابنا داير حسابنا اي لا 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 تاع بكري هادي انا غادي نقول لك واحد ثاني اي نرجع فوق تبي حاجه واحده اه يا بويا شافي هاد الحاجه قول خير وحده اي انت ايوه انا كنت تدي زوج تاع الجيتار بزوج خرج روحك هذه حلوه ولا مازال حلوه عقدوا الويو كذلك معنا يا بيه ربي يا بيه ربي يا بيه قلبي تخمامي نعم هاي طبعا ايش راه تقول هذا هاي ايطا ما قراش قرا لا ما تقراش انت خلي هي هي تقرا بسم الله بديت وعلى النبي صليت وليكم هذا البقاله نويت قالوا ناس زمان خير الماكله محضر وخير اللبسه ماستر انا قد قلبك خير نعاوديها خير الماكله محضر وخير اللبسه ماستر أي شيء ماكله اللي كاينه مليحه الحمد لله كل لحظه الضيف ما يتشرف ياك
والمول الدار ما يفرط صح فوالا اكزاكتو تما تما راه تهضر انا راني نقول لك غير ما تهضرش معايا مالك اخويا انا راني نقول اي هادي هضروا بسم الله بديت وعلى النبي صليت وليكم هذا البقاء لنويت من عام لعام يجي سيد الشهور شهر الغفران سيدنا رمضان وبعد ايام تزيان قعدتنا بلمة الاحباب على موائد الرحمن وقعدتنا زينة ايوا ربي شكون هي كلهم يقعدوا على زينة ولمة رمضان رمضان لما والعيد وان شاء الله الجزائر الحبيبه وطننا يضل الف الف خير وان شاء الله كما قلت لكم ربي يديمكم الاخرى لخدمه البلاد والعباد لخدمه جزائرنا الحبيبه جزائر البيضاء ان شاء الله لتبقى ديما بيضاء ونطلب انا حاجه من ربي عز وجل يا ربي من الله تعالى يرفع هذا البلاء هذا الوباء والبغاء يا ربي يا ربي وامين هذا ما طلبوا شاء الله كل شيء هذا مشيئة الله سبحانه وتعالى وكذلك انه كل واحد يعني كل واحد يتخذ الاجراءات الوقائيه ما تخرجوش من دياركم التزموا بالحجر الصحي رانا معكم رانا مونسينكم رانا في سهرتنا باهيه ونبهيوها معكم مع ضيوفنا ومع القامات الفنيه اللي لها وزن في الجزائر ولما لا في العالم العربي كذلك والله غير تدبروا والله هذا الكورونا هذاكم على مناسيمه ديال تروح صحيح السبت خل هي تروح خمس سبت كل تشينا حبشينا وديمي تاع السمش كل راح الا اذا التزموا بالحجر ما تلزوش بعده ما يقرا هنا من اجلكم كيما شو انا شو كي بعد عليها شو كي بعد عليها ما يقرا والو بصح الحمد لله انا في حاجه صحي ندير دفيده ونبرو ان شاء الله ما كاينش حتى مرض ان شاء الله ان شاء الله اللهم ربي شو نفرحوا دروك نفرحوا فرحوش دروك اكيد نفرحوا وقبل ما نختموا حلقتنا ولا سهرتنا لنهار اليوم كلمه ختاميه لكل من الضيفين الكريمين اللي ضويتوا البلاتو وكنا فعلا فرحانين بوجودكم وكذلك الشعب الجزائري اكيد راح يفرح بوجود هذه القامات الفنيه اللي فعلا تحتاجها الجزائر ويحتاجوها الشباب باسكو انتوما رايحين تسلموا مشعل الشباب وانتوما رايحين تخليوا ارث فني كبير وكبير ونفتخروا به ورساله للجيل الصاعد سي ان بيي تري جون لاجيل ان بيي اي بلان دو جون و لي جون سون بلان ايفوليسيون الله يبارك انا جو بونس كو نظن بلي هكا كما اليوم حنا معاكم هنايا كاين اوسي كاين دوت ارتيست تعرفوهم سي تري امبورتون فهمت مي كنجيبهم كيعجبهم فوالا سي سا سي سا كي بيان هذا هو لو شارج سي لا سي لا شاكان رانا نصابوها تاع كما نقولوا الثقافه وكاع كل واحد يجيب حاجه اي سي سا لا كونستركسيون نتمنى الخير على الكوفيد جو سي باسكو سي با حاجه سهله سي فري تعرف المره مره جابتها مره تاع صح Attention, allez, 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 خذ حذر خذ حذر امر من عند الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كذلك نقولوا للسلك الامني والسلك الطبي كان الله في عونكم ان شاء الله وتحياتي لكم راكم قايمين بالعمليه والناس ما من الشعب راه يحترم حق ربي راه يحترم كاين كاين بزاف الناس اللي بغيو يشوفوا لنا بصح محترمين الناس راه قاعد ديارهم كل مرفح كل كل كل, كل الفقير او قاعد في ديارهم ما عمل اللي عنده 3 مليار في دارك كل غني كل فقير الحمد لله وانا شفت حاجه مليحه في هذا ما تزعفوش مني يا شعب مشيت الراجل مع ولاده والله فرحت
والله هذه تطويع الراجل قاعد في داره قبل ولده كيقول لها ولدك واش مسالي قال والله على ماله هاي الخطره الراجل قاعد في داره والله العظيم سما في بيزيك واش قال الاباء قاعدين مع اولادهم والله سي ان غون بليزير بور بوك ساديم يا ساديو خصلا بيان سور تفضل. انا الكلمه الاخيره هي نشكر باهية تي في على هذه الملمه اللي دارتها لنا احنا ونشكر المتفرجين الكرام اللي كانوا ضيوفنا وحنا كنا الضيوف نتاعهم وكنا عندهم وهما ثاني كانوا عندنا في الحقيقه كانوا عندنا في الحقيقه. ونشكر كذلك الشعب الجزائري ككل ونرحم على كل الفنانين وكل الجزائريين في هذا اليوم في هذا الختام في هذه الحصه ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم رب العالمين يرفد علينا هذا يرفع عنا هذا الوباء وتكثر الاخويه هذا وباء قهرنا رب العالمين باش نعرفوا بعضنا بعض يعني تكون اخويه هذه حاجه ربانيه وهو ارشاد بيننا وبين الناس وهذه نطلبها ونطلب ثاني من الله سبحانه عز وجل يفتح لنا ابواب الخير يا ربي يا ربي ويفرج علينا ان شاء الله كل الشعب الجزائري لانه مارس وتعذب كثير يعني تعذب بعد الاستقلال بعد السنين السوداء وعاود حقت السنين القدقرين ولحمت السنين القدقرين وفي سبيل الله في سبيل الوطن وهذا ما كان ان شاء الله نتمناو غير الخير للفن يا ربي والخير لابنائنا خاطر بنائنا انا يبانوا لي الابناء ويخصهم تربيه يا ودي راني نقول ايها الاخوه ربوا ابناءكم لانهم هم الجيل المستقبل هم اللي غادي يفدوا البلاد حنا نروح وما نقعدوش في جيل اخر انا نشوفهم كي واحد يهزه ولا يضربه ولا يجي فايت ما يقولنا السلام عليكم اولا كي تدخل في حانوت وما يقولش اسمح لي اتفضل ما كانش من قطعة السلام عليكم وتفضل ماذا بكم تربوا لكم هذه الكلمات والسلام عليكم وكل سنه وانتم بخير وصحه وفلوكم كما قال السي عباس كما قال السي عباس التربيه ماشي غير في الكوليج ما في الدار التربيه ليديوكاسيون سي لا ميزون ابري سي ليكول يعلموك شنو دير بصح الدار هي لا باز الاخلاق وليديوكاسيون يعطيك الصحه هي لا باز الدار تري بيان خويا ليكول ما تعطيكش كلشي لا مورال سي لو بير هذاك الاب يعطي الاب هجوم على الجزائر في الجزائر عندنا امهاتهم ساكنين هما تلاهيهم بزاف في الداري طبعا نتمنى التوفيق ان شاء الله الاخوه حتى الاخوه التقنيين اللي راهم حاضرين معنا كلنا بارك الله فيك انا باغي خويا لطفي يفرح قبل الختام قبل الختام همس كما يقولوا نشكر بدوري السيده هاجر على هذه الصينيه الجميله جدا اللي تعكس جو رمضان حلويات تقليديه صحتنا هاجر صاحبة محل ماي دريم فعلا رانا في دريم هذه زي الدكتور شنو هذه كذلك نشكر على السيدة للا نسمة أو نسيمة صاحبة محل للا نسمة على هذا اللباس الجميل جدا لباس تقليدي لمدينة وهران فعلا السهرة كانت كلها متكاملة بفريقها التقني وضيوفها المميزين كذلك نتلاقاو فعلا مشاهدينا نضرب لك موعد ان شاء الله لا ما نجيبك على الفنانين لي زون ساكي نوفو كاع على فكره كنت سعيده جدا اني نشطت معك راكي طوب راكي بديها فوق النجم صح شكرا مشاهدينا الكرام بهذا وصلنا الى ختام اول عدد من برنامج سهرتنا باهيه وان شاء الله راح تكون سهراتنا باهيه طيله شهر رمضان الكريم نتلاقاو في اعداد اخرى صحه سحوركم رمضان كريم كل عام وانتم بالف خير الى اللقاء Thank you.
ترجمة نانسي قنقر.